خلينا بقى نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا، وطبعا عن الاهلي اللي بيستأنف بقى تدريباته اليوم بعد حصوله على راحه 24 ساعه من التدريبات. كمان محمد هاني الظهير الايمن للفريق هيخضع اليوم بقى لفحص طبي بعد تعرضه للاصابه بجزع في الركبه خلال مشاركته في مباراه منتخب مصر امام توجو. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي قال ان اللاعب سيتواجد النهارده من اجل الخضوع لفحص طبي على ان يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات. طبعا النهارده هيلتقي منتخب مصر مع توجو في الجوله الرابعه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا، واللي هتكون في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. معروف طبعا ان فاز المنتخب على توجو في الجوله الثالثه بهدف دون رد، وطبعا كلنا بنقدم كل الدعم وكل التقدير وكل المحبه يعني لمنتخبنا الوطني، وبنتمنى له الفوز في لقاء اليوم عشان يصل لصداره مجموعتنا اللي بتضم جزر القمر اللي بتحتل حاليا الصداره برصيد 8 نقاط، يليها منتخبنا برصيد 5 نقاط، ثم كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوجو متزايره المجموعه بنقطه واحده. خلينا نقول لحضراتكم برضو، أظهرت نتائج المسحة الطبية اللي أجرتها بعثة منتخب مصر لدى وصولها لتوجو سلبية هنا جميع المساحات باستثناء محمد النني اللي جاءت المسحة الطبية الخاصة به إيجابية للأسف، وعلى الفور بدأ اللاعب في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بالمصابين بكوفيد-19، وقررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة ووفق الإجراءات اللازمة يعني. وخلينا نقول طبعا علشان ما تنتقلش هنا بقى العدوى بين اللاعبين، ربنا يسلم ان شاء الله، والايام اللي جايه ما تشهدش اي اصابه جديده لاي لاعب امين او اي شخص يعني. يا رب ان شاء الله. طيب بمناسبه الموضوع نني، عايزين نقول لحضراتكم ان نادي استون فيلا الانجليزي خصص طياره خاصه للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه لنقله من توجو الى انجلترا مباشره للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي، وذلك عقب مشاركه اللاعب مع منتخب مصر في مباراه النهارده امام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، واللي إن شاء الله ستقام في الكاميرون.